احنا ان شاء الله النهارده هنشرح السي تي وهنشرح مسائل عليه اللي هو مسائل شيت 2. ففي البداية كده هنشرح مع بعض حاجة اسمها محولات التيار او بنسميها الكرنت ترانسفورمرز. تمام، اي حد طبعا عنده مشاكل في الصوت او الصوت مش واضح يا ريت ايه على طول يقول. احنا قلنا قبل كده في السكشن اللي فات ان السي تي هات او سي تيز والفي تيز كمان، اي سي تي او اي في تي الهدف منه ان انا بيكون موجود في اي شبكه كهربيه علشان يكون هو الوسط ما بين الشبكه الباور سيستمز وما بين البروتكشن ريلي او ما بين الميجرنج انسترومنت. فاحنا مثلا البروتكشن ريلي جهاز الوقايه ده زي ما احنا قلنا ان هو جهاز لو بيردن، الحمل بتاعه صغير وجهاز شغال على فولتج صغير وشغال على امبير صغير بيسحب تيار صغير. فبالتالي انا محتاج شويه ديفايسز كده بتريديوس الهاي فولتج وبتريديوس الهاي كارنتس اللي موجوده في الباور سيستمز لتيارات صغيره ولفولتج صغيره علشان جهاز الوقايه يقدر يتعامل معاه. فاول حاجه فيهم اللي احنا بنسميها الكارنت ترانسفورمرز او السي تي هات. السي تي دوت فكره عمله او الكونستراكشن بتاعه ايه؟ الكونستراكشن بتاع اي ترانسفورمر خلقه ربنا يعني هو بيتكون من 3 بارتس، من 3 كومبوننتس. اي محول بيتكون من برايمري وايندنجز، بيتكون من ايرن كور او قلب حديدي، وبيتكون من سكندري وايندنجز او ملفات ناحيه السكندري. الثلاثه دول مع بعض بيكونوا لي حاجه اسمها ايه؟ بيكونوا لي حاجه اسمها ترانسفورمر. سواء كان ترانسفورمر مثلا باور او سواء كان ديستريبيوشن او سواء كان سي تي او سواء كان في تي، طالما احنا اطلقنا عليه اسم ترانسفورمر يبقى لازم يكون في الثلاث حاجات دول: ملفات في البرايمري بنسميها البرايمري وايندنجز، وملفات ناحيه السكندري اسمها سكندري وايندنجز، وبيكون في القلب الحديدي او الايرن كور. هل السي تي في الحاجات دي؟ طبعا اكيد السي تي في الحاجات دي. هنروح سالين اول سؤال، طب ايه الفرق ما بين السي تي يعني كترانسفورمر وما بين الترانسفورمر العادي اللي احنا خدناه قبل كده في الماشين؟ في بعض الفروقات. اول فرق، السي تي الان بي بتاعته تساوي 1. مين الان بي دي؟ اللي احنا بنسميها نمبر اوف تيرنز اوف ذا برايمري وايندنجز، عدد اللفات بتاعت البرايمري بتاعت السي تي دايما او غالبا بتكون بكام؟ بتكون بواحد. ولكن ال N secondary او عدد لفات الملفات اللي هي اللو فولتج او ملفات اللي احنا بنسميها السكندري بتكون very large، عدد كبير جدا. معناها ان السي تي بيتكون من لفه واحده بس في البرايمري ولكن بيتكون من عدد لفات كثيره جدا في السكندري. واحنا خدنا قبل كده في الماشين قانون كده خدناه اللي هو بيربط عدد اللفات بالفولتج. قلنا ايه؟ قلنا ان النسبه ما بين عدد اللفات البرايمري لعدد لفات السكندري، انا جيت اكتبها هنا تاني مثلا، احنا قلنا مثلا انا قلت ان ال n secondary على n برايمري تساوي ايه؟ نكتبها كده مع بعض، تساوي ال v secondary على ال v برايمري، اللي هي تساوي برضو لو انا جيت اكتبها كانديوز اي ام اف تساوي الاي سكندري على الاي برايمري، اللي هي تساوي الاي، هتنعكس بقى اللي هتبقى اي ايه على اي ايه، اللي هي هتبقى اي برايمري على الاي سكندري. نيجي نكبر بس دول كده مع بعض. تمام، القانون ده اللي احنا شايفينه خدناها قبل كده في الماشين، قلنا ان التيرنز ريشيو بتاعت اي ترانسفورمر لعدد لفات السكندري على عدد لفات البرايمري بتساوي الفولتج بتاع السكندري على الفولتج بتاع البرايمري بتساوي الانديوزد اي ام اف المتولده في ملفات السكندري على الانديوزد اي ام اف ناحيه البرايمري بتساوي الاي برايمري على الاي سكندري. فهتلاقي كله سكندري على برايمري ما عدا في التيار خليناه برايمري على سكندري. احنا لسه قايلين ان في السي تي الان برايمري دي بكام؟ ال ان بي هنا في السي تي بكام؟ ال ان بي في السي تي قلنا بواحد، يعني غالبا هنا ال ان بي ديت ممكن اشيلها واحط مكانها مين؟ واحد مثلا. معناها وبرضه قلنا ان ال ان اس كبيره جدا، عدد لفات ناحيه السكندري بتاع السي تي بتكون كبيره جدا.
معناها ايه؟ معناها ان البسط اكبر بكتير جدا من المقام. فلو احنا جينا ناحيه الريشيو ديت معناها ان البسط اكبر بكتير جدا من المقام، معناها الاي برايمري اكبر بكتير جدا من الاي سكندري. فاقدر اقول ان في السي تي الاي برايمري اكبر بكتير جدا من الاي سكندري. فهنلاقي حتى سي تي مكتوب عليه ايه؟ هنلاقي سي تي مكتوب عليه 1000 امبير على مثلا 5 امبير. ده معناها ايه؟ ده معناها ان السي تي ده تيار البرايمري بتاعه 1000 امبير وتيار ناحيه السكندري 5 امبير. فالخلاصه ان السي تي ده محول بيرديوس الكرنت من هاي كرنت للو كرنت. بيقلل من كام؟ بيقلل مثلا 500 امبير او 600 امبير او 1000 امبير او 2000 امبير، بيقلل الاي برايمري اللي هو القيمه الكبيره الكبيره جدا ديت، بيخليها سمول فاليوز يا اما بتكون يا اما 5 امبير يا اما 1 امبير. فبالتالي معلومه برضو عاوزين نكون عارفينها مع بعض، ان تيار اللي هو الاي اس الاي سكندري بتاع السي تي بيكون رقمين، يا اما بيكون 1 امبير يا اما بيكون 5 امبير، وده يعني قيم ستاندرد. قد ممكن تلاقي في سي تي مثلا الاي سكندري بتاعه 2 امبير، ولكن القيمه ديت مش ستاندرد، ولكن التو ستاندرد فاليوز للاي سكندري بتاع السي تي يا اما 1 امبير يا اما 5 امبير. طب الاي برايمري بتاع السي تي، الاي برايمري بتاع السي تي ده بيديبند على السي تي ده هيتركب على فيدر شايل تيار كام. طب ما تيجي كده نشوف، يعني انا جايب برضو معايا هنا صورتين لشكل السي تي. الصوره دي اللي احنا شايفينها مع بعض دول 3 سي تي اهم، دول 3 سي تي متركبين شبكه لو فولتج او في لوحه لو فولتج. ادي السي تي الاولاني على اول فازه، السي تي الثاني على ثاني فازه، السي تي الثالث على ثالث فازه، اللي هم حتى هتلاقيهم متلونين بالالوان اللي هو ريد يلو بلو. تمام. طيب السي تي ده فين؟ لو انا جيت قلت ليك فين ملفات البرايمري اللي هو الفيدر او الباره دي، يعني الباره اللي هي لونها ازرق او الباره اللي هي مثلا يعني اللي هي الحمراء او اللي هي الصفراء ديت، دي كده اسمها الان برايمري او عدد لفات البرايمري بتاع السي تي. احنا شايفين بعينينا الان بي هنا بكام؟ هتلاقي الان بي بواحد، هتلاقي ان ملفات البرايمري بتاعت السي تي بتعدي جواه وهي لفه واحده بس، يبقى الان بي بواحد. السي تي ده اللي احنا شايفينه اللي هو مستطيل ده اللون بتاعه اسود، ده الايرن كور وملفوف حواليه عدد لفات كتيره جدا من السكندري، قد مثلا توصل ل 200 لفه 300 لفه 500 لفه من الان سكندري. وهتلاقي خارج منه هنا على الشمال سلكتين صغيرين جدا، دول رايحين فين؟ دول بيكونوا يا اما رايحين لبروتكشن ريلي يا اما بيكونوا رايحين لميجرنج ديفايس اللي هو جهاز الاميتر مثلا. ده شكل للسي تي. في شكل تاني للسي تي في شبكه الميديوم فولتج زي ما احنا شايفين اهو. فين السي تي ده ولا ده؟ السي تي اللي هو ده لو انا حاطط عليه الماوس، ده كده السي تي في شبكه الميديوم فولتج. هتلاقيه برضو بيتوصل سيريس في الدايره. طب فين ملفات البرايمري بتاعته اللي هي الباره دي؟ شايفين في هنا باره هنا مكسوره اهي، في باره نحاس تمام بتخش على السي تي. المفروض طبعا اللوحه ديت لسه ليها تكمله، فالمفروض ان الباره ديت لسه هتتوصل كمان هنا. فهتلاقي ان السي تي ده اللي انت شايفه هم برضو 3 سي تي، كل فازه عليها سي تي، وكل سي تي فيهم متوصل سيريز بحيث ان الباره بتاعتك بتروح داخله على السي تي وتروح خارجه من الناحيه الثانيه. هتلاقي ان الباره ديت او البرايمري ده هتلاقي في الغالب الان بي بكام؟ الان بي بواحد زي ما انت شايف كده بعينك. كل فازه او كل سي تي متركب عليه باره واحده بس، باره واحده بس، يعني الان برايمري بتاعته بكام؟ بواحد. وده الكور بتاع السي تي ملفوف حواليه عدد لفات كتيره جدا من الملفات بتاعه اللي هي اسمها سكندري وايرز. تمام. فهي دي فكره عمل السي تي، وده كده بعض الاشكال للسي تي اللي هو هتلاقي فيه الان بي دايما بواحد، فتلاقي ان هو غالبا بيقلل التيار من قيمه عاليه جدا قد تكون 1000 امبير او 2000 امبير يا اما ل 5 امبير يا اما ل 1 امبير. دي سؤال يسأل، واللي مش دي سؤال انا هكمل. طيب نكمل. لو جه سالني سؤال قال لي ايه؟ قال لي ايه هي الريتنجز اوف السي تي؟
رقم واحد. يعني ايه كلمه الريتنجز؟ يعني لو انا جيت بصيت على اي سي تي، على النيم بليت بتاعته، هلاقي فيه كذا سبيكس او كذا حاجه مكتوب عليه. اول حاجه بتكون مكتوبه في السي تي اللي احنا لسه شارحينها من شويه، حاجه اسمها سي تي ريشيو. يعني ايه سي تي ريشيو؟ معناها هي النسبه ما بين الاي برايمري على الاي سكندري. دي كده اول حاجه هتلاقيها مكتوبه على اي سي تي، هتلاقي مكتوب عليه مثلا 100 على 5، 100 على 1، 250 على 5، 250 على 1، اللي هي بنسميها السي تي ريشيو، اللي هي النسبه ما بين البرايمري كارنت للسكندري كارنت. دي اول حاجه في السي تي. وبنعيدها تاني، الاي سكندري بتاع السي تي يعني قيم ستاندرد هما اتنين فقط، اللي هو يا اما سي تي 1 امبير يا اما سي تي 5 امبير. اما الاي برايمري بتاع السي تي بيديبند على الفيدر اللي ماشي فيه تيار. يعني لو انا جيت قلت ليك في الصوره دي مثلا، الصوره ديت السي تي دوت متركب على الفيدر ده، الفيدر ده مثلا ماشي فيه 100 امبير، او بلاش 100، خلينا نقول ماشي فيه 80 امبير. طالما ده ماشي فيه 80 امبير، يبقى انت تجيب سي تي كام؟ 100 على 5. طب لو الفيدر ده ماشي فيه 800 امبير، 800 امبير، يبقى انا هجيب سي تي كام؟ 1000 على 5. طب ينفع الفيدر ده يكون ماشي فيه 800 امبير وانا اجيب سي تي 500 على 5؟ لا طبعا غلط. يبقى الرول بتقول ايه؟ الرول بتقول ان احنا بنجيب البرايمري كارنت بتاع السي تي اكبر من او يساوي الفيدر كارنت اللي متركب عليه السي تي. فدي اول حاجه اللي احنا بنسميها السي تي ريشيو. تاني سبيكس او تاني ريتنجز بتكون مكتوبه على النيم بليت بتاع السي تي بنسميها البردن. البردن بتاع السي تي، البردن ده بيتم التعبير عنه حاجه اسمها الفولت امبير، في ايه معناها فولت امبير. فتلاقي سعادتك مكتوب على السي تي كام مثلا؟ 2.5 فولت امبير، او مكتوب عليه 5 فولت امبير، او 7.5 فولت امبير، او 10 فولت امبير، وهكذا. تمام؟ هتلاقي برضه شبه الترانسفورمر، ولكن في فرق شاسع شاسع ما بين السي تي والترانسفورمر العادي. هتلاقي في الترانسفورمر العادي بنسميه ايه مثلا، او بيكون مكتوب عليه ايه؟ بيكون مكتوب عليه 500 كيلو فولت امبير، او تلاقي ترانسفورمر مكتوب عليه 1 ميجا فولت امبير، او 750 كيلو فولت امبير، او ترانسفورمر 5 ميجا فولت امبير. فتلاقي اي ترانس عادي بتلاقي مكتوب عليه الريتنج بتاعته بتكون رقم كبيره جدا بالكيلو فولت امبير وبالميجا فولت امبير، ولكن السي تي مكتوب عليه رقم صغير جدا بالفولت امبير، اللي هو كام؟ اللي هو 5 فولت امبير مثلا، 2.5 فولت امبير، رقم صغير جدا. طب ده ليه؟ ده علشان طبيعه الاحمال اللي بتكون موجوده على السي تي بتكون احمال صغيره جدا اللي هي لو بيردن. زي مين؟ احنا قلنا السي تي بيتركب عليه حاجه من الحاجتين، يا اما بيتركب عليه بروتكشن ريلي جهاز وقايه، يا اما بيتركب عليه اميتر جهاز قياس، يعني اللي هو بيقيس مين؟ بيقيس التيار. سواء البروتكشن ريلي او سواء الاميتر، الاثنين دول بنسميهم لو بيردن، او الحمل بتاعهم حمل صغير. لو انت جيت فتحت اي داتا شيت لاي ريلي او اي اميتر كديجيتال اميتر، يعني هتلاقيه مكتوب عليه مثلا كام؟ هتلاقيه مكتوب عليه نص فولت امبير، 1 فولت امبير، معناها ان الديفايس ده بيستهلك باور 1 فولت امبير. طبعا ده رقم صغير جدا. فباي لوجيك ان انا هجيب السي تي بتاعي اللي هو بيغذي البروتكشن ريلي او بيغذي الاميتر يكون هو كمان الريتنج بتاعته رقم صغير، اللي هو بالفولت امبير 2.5 او ايه او 5. طب بنختارها بناء على ايه؟ بناء على مجموعه الاجهزه اللي متركبه على السي تي. ناخد نيوميريكال اكزامبل، لو انت عندك سي تي متركب عليه مثلا جهاز اميتر، ومتركب عليه ديجيتال وات اور ميتر، ومتركب عليه كمان اميتر. يعني مثلا عندك سي تي متركب عليه 3 ديفايسز. الاميتر الاولاني الباور بتاعته او بيستهلك باور 1 فولت امبير، وفي اميتر تاني بيستهلك باور 1 فولت امبير، وفي كيلو وات اور ميتر بيستهلك باور 1.5 فولت امبير. انت سعادتك تجيب السي تي بتاعك البردن بتاعه كام؟ هتيجي تجمع الاحمال، اللي انت عندك 1 فولت امبير يبقى 1 زائد 1 زائد 1.5، يبقى المجموع بتاعهم 3.5، يبقى انا هجيب سي تي 5 فولت امبير. يبقى احنا بنختار البردن بتاع السي تي القيمه بتاعته اكبر من مجموعه الاحمال اللي هي متركبه على السي تي. تمام؟ اللي ليه سؤال يسال، اللي مش ليه سؤال هنكمل. ثالث حاجه برضو بتكون يعني في غايه الاهميه كتوصيف للسي تي زي السي تي ريشيو وزي البردن، حاجه مهمه جدا جدا بنسميها الاكيورسي
الاكيورسي كلاس بتاع السي تي. الاكيورسي كلاس ده بقى ده لازم نقف هنا وقفه كده ون ايه ون ون ونركز شويه. احنا قلنا السي تي له تو اوبجكتيفز او تو بيربسز، له يعني غرضين، يا اما السي تي ده يستخدم مع جهاز وقايه اسمه بروتكشن ريلي، يا اما السي تي ده يستخدم مع جهاز قياس اللي هو اميتر او حتى كيلو وات اور ميتر. لانك لو انت عندك مثلا جهاز كيلو وات اور ميتر زي اللي عندك في البيت ده اللي هو مثلا العداد، طالما ده عداد بيقيس باور، اي عداد بيقيس باور فهو برضه محتاج فولتج ومحتاج كرنت، فبياخد سيجنال من سي تي عشان الكرنت وبياخد برضه سيجنال من الفي تي عشان الفولتج. المهم ان السي تي فيه منه نوعين، في حاجه اسمها بروتكشن سي تي، حاجه بنسميها ميجرنج سي تي. بروتكشن سي تي معناه سي تي ده بيتوصل على جهاز الايه، جهاز الوقايه او البروتكشن ريلي. ميجرنج سي تي معناه سي تي بيتوصل على جهاز قياس سواء كان اميتر او سواء كان كيلو وات اور ميتر. تمام، اول سؤال هنساله هنا حضرتك، لو انت جيت يعني مثلا يعني شفت اي لوحه او اي سب ستيشن ولقيت اتنين سي تي متركبين جنب بعض، لقيت اتنين سي تي متركبين جنب بعض والاتنين ليهم نفس السبيكس، ولكن الراجل قال لك ان في واحد فيهم ده بتاع بروتكشن وفي واحد فيهم بتاع ميجرنج، تعرف منين بمجرد النظر يعني مين فيهم البروتكشن سي تي ومين فيهم الميجرنج سي تي؟ بمجرد النظر، معلومه ليك اهو، السي تي اللي حجمه كبير، الدايمنشنز بتاعته كبيره، الويت بتاعه كبير، السايز بتاعه كبير، ده على طول باي ديفولت ده هيبقى بروتكشن سي تي. والسي تي اللي الدايمنشنز والحجم بتاعه صغير ده ميجرنج سي تي. ده اول ايه؟ اول فرق. طب لو انا جيت سالت سعادتك سؤال في الصوره دي، الصوره اللي هي دي، الريلي السي تي ده، السي تي دوت للعلم ليك ده سي تي، طبعا هم الثلاثه سي تي كل فازه عليها سي تي. السي تي ده هتلاقي فيه منه اثنين، يعني ايه؟ السي تي دوت هو بروتكشن وميجرنج الاثنين في واحد، زي الشامبو كده اثنين في واحد. فتلاقي مثلا تلاقي سي تي مكتوب عليه ايه؟ تلاقي سي تي مكتوب عليه زي ما انتم شايفين كده، مش 1000 على 5 لا، مكتوب عليه 1000 على 5 على 5. تلاقي سي تي مكتوب عليه 1000 على 5 على 5، معناها ايه؟ معناها السي تي دوت عليه اثنين سكندري وعليه 1 برايمري، عليه برايمري بس واحد اللي هو هيمشي فيه 1000 امبير، والسي تي دوت عليه ملفين سكندري، ملف 5 امبير رايح للبروتكشن وملف ثاني 5 امبير رايح للميجرنج. وقد ممكن تلاقي سي تي مكتوب عليه 1000 على 5 على 5 على 5، يعني في 3 سكندري. تمام؟ تمام. طب لو انا لقيت ان سي تي مكتوب عليه 1000 على 5 على 5، تعرف على طول ان هو السي تي دوت فيه 2 سي تي في بعض، سي تي بتاع ميجرنج وسي تي بتاع بروتكشن. زي ما احنا كده شايفين مثلا الصوره ديت، السي تي دوت بالفعل فعلا عليه 2، او يعني داخليا في 2 كور، 2 كور او 2 سكندري، واحد للميجرنج واحد للبروتكشن. لو انت جيت فتحته من الداخل هتلاقي جواه 2 كور، 2 ايرن كور، 2 قلب حديدي. في ايرن كور خاص بالميجرنج وفي ايرن كور خاص بالبروتكشن. تعرف منين بمجرد النظر ان ده بتاع الميجرنج وده بتاع البروتكشن؟ نفس المعلومه، الكور اللي الدايمنشنز بتاعته كبيره والحجم بتاعه كبير ده بتاع البروتكشن، متركب عليه بروتكشن ريلي. والكور اللي الدايمنشنز بتاعته صغيره والحجم بتاعه صغير ده ميجرنج سي تي، يعني متركب عليه جهاز ميجرنج او جهاز قياس سواء كان اميتر او سواء كان كيلو وات اور ميتر. ده اول فرق ما بين الميجرنج سي تي والبروتكشن سي تي اللي هو في حجم الكور. وهنعرف ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هو ليه السي تي بتاع البروتكشن، ليه السي تي بتاع البروتكشن الدايمنشنز بتاعته او الحجم بتاعه بيكون اكبر من الميجرنج. خدها كده معلومه ليك، هناخدها ان شاء الله قدام، بنسميها تو افويد حاجه اسمها سي تي ساتوريشن. لو جه حد سالك قال لك يا باشمهندس، بانك انت باشمهندس كبير بتاع كهرباء، ليه السي تي بتاع البروتكشن بيكون الكور بتاعه الدايمنشنز والحجم بتاعه كبير؟ قول له عشان اتجنب ان السي تي ده يحصل له ساتوريشن. وتكون عارف المعلومه ديت ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل الاسبوع اللي جاي، ان لو انت عندك بروتكشن سي تي
حصل له ساتيوريشن، دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لو حصل له ساتيوريشن مفيش تيار بيوصل للبروتكشن ريلي، وبالتالي البروتكشن ريلي مش هيحس ومش هيفصل. يبقى لو حصل فولت في مكان ما، المفروض لو حصل فولت في مكان ما السي تي دوت بيحس بيه، فبيبعت تيار عالي جدا للريلي، الريلي بيحس فبيروح فاصل. لو السي تي ده حصل له ساتيوريشن ساعه حدوث الفولت، الريلي مش هيحس بالفولت وبالتالي مش هيفصل. فعشان نتجنب هذه المشكله بنخلي السي تي بتاعنا بتاع البروتكشن الكور بتاعه حجمه كبير عشان ما يحصلوش ساتيوريشن بسهوله. تمام؟ دي اي سؤال في اي وقت يسأل. تمام، نكمل يعني طالما مش ليك سؤال. اوكي، يبقى احنا خدنا ان احنا عندك اتنين نوعين من السي تي، حاجه اسمها ميجرنج وحاجه اسمها البروتكشن. هتلاقي مكتوب عليه حاجه اسمها الاكيروسي كلاس. لو احنا شغالين على بروتكشن سي تي، يبقى لو انت شغال على بروتكشن سي تي هتلاقي مكتوب على السي تي كام، حاجه اسمها 5 بي 10، او هتلاقي مكتوب عليه مثلا حاجه اسمها 10 بي 20، القيمتين دول. تمام، ده كده معناه ان هو بروتكشن سي تي. طب لو كان ميجرنج سي تي، لو كان هو ميجرنج سي تي هتلاقي مكتوب عليه كلاس 1 من 10 او كلاس 2 من 10، كلاس نص، كلاس 1، كلاس 2، هكذا. تمام، فهتلاقي ان في 2 كلاسز للسي تي على حسب هل هو ميجرنج ولا على حسب هل هو بروتكشن. تمام، اول كلاس هتلاقي فيه حرف البي، اهو اول ما تشوف حرف البي ده، اول ما تشوف حرف البي تعرف ان هو بروتكشن سي تي على طول. تمام، يبقى حرف البي معناه ان هو ايه، بروتكشن سي تي. طب يعني ايه كلمه 5 بي ويعني ايه كلمه 10 بي؟ هتلاقي في نوعين للبروتكشن سي تي، ركز في الحته دي، في نوعين للبروتكشن سي تي، في نوع اسمه 5 بي وفي نوع اسمه 10 بي. الفرق بينهم ال 5 بي الايرور بتاعته بتكون 5%، ال 10 بي الايرور بتاعته بتكون 10%. يبقى لو جه سالك سؤال ام سي كيو او مثلا ترو فولس، مين من التو سي تيز دول اللي هم 5 بي و10 بي، مين فيهم مور اكيوريت، اكثر دقه يعني مور اكيوريت؟ تقول له ان ال 5 بي مور اكيوريت عن ال 10 بي. ليه؟ لان ال 5 بي الايرور بتاعته 5% وال 10 بي الايرور بتاعته 10%، معناها ان الايرور بتاعت ال 10 بي اكبر من ال 5 بي، معناها ال 5 بي مور اكيوريت. فده اول فرق. يبقى احنا عندنا نوعين من البروتكشن سي تي، حاجه اسمها 5 بي دوت الايرور بتاعته 5%، وحاجه اسمها 10 بي الايرور بتاعته 10%. الرقم اللي بيكون بعد ال 5 بي او ال 10 بي اللي هو بيكون مثلا ايه، 10 ده اللي هو ده مثلا، اللي هو الرقم ده، الرقم ده اللي هو ممكن يكون 10، ممكن يكون 20 مثلا زي ما انت شايف اهو، ممكن يكون مثلا 30. الرقم ده بنسميه ايه؟ بنسميه حاجه اسمها ALF. ALF معناها accuracy limit factor. ALF معناها ايه؟ معناها accuracy limit factor. بيكون كام ALF ده؟ ALF ده بيكون مثلا 10، بيكون 15، بيكون 20، بيكون 25، بيكون 30، بيكون رقم ايه؟ بيكون رقم كبير يعني، اللي احنا بنسميه الاكيورسي ليميت فاكتور 20 مثلا. طيب يعني ايه القيمه دي؟ ناخد كده مثلا اكزامبل كده مثلا ايه رقمي. لو انت اللي لقيت سي تي مكتوب عليه كده، مكتوب عليه 1000 امبير ماشي على 5 امبير 5 بي 20 مثلا، تعرف ايه من السي تي ده؟ السي تي ده تعرف منه ان الاي سكندري بتاعته 5 امبير والاي برايمري 1000 امبير، الاكيورسي كلاس بتاعه هو بروتكشن سي تي عشان في حرف البي، نوع البروتكشن بتاعه هو 5 بي معناها ان الايرور بتاعته 5%، والاكيورسي ليميت فاكتور بتاع السي تي ده 20. يعني ايه 20؟ ركز بقى في الايه، في المعلومه دي، معناها ان السي تي ده يقدر يستحمل 20 ضعف الريتد برايمري كارنت من غير ما يحصل له ساتوريشن. ده كده ايه، حاجه يعني بنسميها ابروكسيم. تاني، يبقى يعني ايه كلمه ال ALF ديت 20؟ اكيورسي ليميت فاكتور القيمه بتاعته ب 20، معناها ان السي تي ده يقدر يستحمل 20 ضعف الريتد برايمري كارنت
من غير ما يحصل له ساتوريشن. هو 20 ضعف ال 1000 امبير كام؟ 20 ضعف ال 1000 امبير معناها 20 كيلو امبير. معناها لو السي تي ده هيمشي فيه قيمه اقل من او تساوي 20 كيلو امبير مش هيحصل له ساتوريشن، ولو مشي فيه قيمه اعلى من ال 20 كيلو امبير هيحصل له ساتوريشن. ده ابروكسيميت، تمام؟ يبقى قيمه الاكيورسي ليميت فاكتور، او حتى بنسميها اسم تاني، بنسميها اسم ايه؟ بنسميها ساتوريشن فاكتور. ساتوريشن فاكتور. يبقى اكيورسي ليميت فاكتور هو الساتوريشن فاكتور، هو فاكتور بيكون اضعاف مضاعفه من الاي برايمري ريتد او من الريتد برايمري كارنت بتاع السي تي، وهو ده الحد الفاصل ما بين السي تي هيخش في الساتوريشن او مش هيخش في الساتوريشن. تمام؟ طبعا القيمه ديت مش بتكون موجوده فين؟ في الميجرنج سي تي، يعني مش هتلاقي السي تي بتاع ميجرنج مكتوب عليه اكيورسي ليميت فاكتور. ليه؟ لان ال 20 كيلو امبير دول ايه اللي هيخليهم هيحصلوا؟ يعني اللي هيخلي ان التيار بتاعي يكون 20 ضعف و30 ضعف ان هو هيحصل فولت او هيحصل شورت سيركت. فلما بيحصل شورت سيركت اللي بيكون مسؤول عن الاوبريشن هو البروتكشن سي تي، لكن الميجرنج سي تي ده بيقيس نورمال كارنتس، بيقيس تيارات عاديه اللي هو بيقيس الفول لود مثلا. فمش منطقي ان انا يكون عندي مثلا ميجرنج سي تي ويكون متوصف بالاكيورسي ليميت فاكتور، لان هو اصلا مش هيتعرض لقيم عاليه من الفولت كارنت، لكن اللي هيتعرض لقيم عاليه من التيارات هو البروتكشن سي تي، لان هو بيتعامل مع الفولت وبيتعامل مع اللي احنا بنسميها الاعطال مهما كان نوعها بقى، سواء كان سنجل لاين تو جراوند فولت او ثري فيس فولت، فالتيارات بتكون عاليه جدا، فالبروتكشن سي تي لازم يتم توصيفه بالاكيورسي ليميت فاكتور. لكن الميجرنج سي تي يعني بيكون التوصيف بتاعه يعني رقم واحد بس، اللي احنا بنسميه الميجرنج كلاس اللي هو 0.1 0.2 نص واحد. طيب لو جه حد سالك يعني ايه ميجرنج سي تي الكلاس بتاعه نص؟ الكلاس بتاعه نص معناها الايرور بتاعته نص في المية. طب ميجرنج سي تي الكلاس بتاعه كلاس واحد معناها الايرور بتاعته 1%. طب من الكلاسز اللي انت شايفها ديت مين افضل سي تي فيهم؟ افضل سي تي فيهم اللي هو كلاس 1 من 10، لان الايرور بتاعته هنا 1 من 10%، معناها ان هو اقل سي تي في ايرورز، معناها ان هو اعلى سي تي اكيورسي، اعلى سي تي اكيورسي في الميجرنج سي تي هو كلاس 1 من 10. وفي الغالب مش هتلاقيه موجود في السوق. اكتر 2 سي تي كميجرنج سي تي موجودين في السوق هما الاثنين دول اللي هو كلاس نص وكلاس 1، هما دول اكتر 2 سي تي موجودين في السوق. تمام؟ مين فيهم اكثر دقة؟ كلاس نص طبعا، لان الايرور بتاعته كام؟ 0.5%. حد هنا ليه سؤال؟ ليه سؤال يقول؟ مش ليك سؤال، هنكمل مع بعض ان شاء الله. تمام ماشي نكمل. نحل كده مع بعض مسألة او المسائل بتاعة الميجرنج سي تي. محدش ليه اي سؤال خالص؟ ماشي. دي شكل الايكوفالنت سيركت بتاعت السي تي، شكلها عامل ازاي؟ شكل الايكوفالنت سيركت بتاعت اي ترانسفورمر خلقه ربنا عباره عن ار برايمري اكس برايمري، الريزيستنس والرياكتنس بتاعت ملفات البرايمري، الار سي والاكس ام اللي احنا طبعا عارفينهم، ودوت اللي احنا بنسميها الجزء بتاع التيرنز ريشيو من غير ما عملنا اي عمليه ريفيرنج يعني، ودوت الار سكندري والاكس سكندري بتاعت ملفات السكندري بتاع السي تي، وده الزد بيردن اللي احنا بنسميه الديفايس اللي متركب على السي تي، اللي هو قد يكون حاجه من الاثنين، يا اما بروتكشن ريلي يا اما اميتر او ميجرنج ديفايس. طيب مين الاي برايمري ده؟ الاي بي ده بنسميه الاي برايمري او البرايمري كارنت، والاي اس ده اسمه ايه؟ ده بنسميه الاي سكندري اللي هو حاجه من الاثنين، يا اما 5 امبير يا اما 1 امبير. الار سي اسمها الكور لوس ريزيستنس، الاكس ام اسمها الماجنتايزنج رياكتنس، والاي نوت ده بنسميه النولود كارنت بتاع السي تي اللي هو بيتكون من تو كومبوننتس، حاجه اسمها اي سي اللي هو بيكون ماشي في الار سي، والاي ام اللي بيكون ماشي في الاكس ام. الفي برايمري ده بنسميه البرايمري فولتج، الفي سكندري اسمه السكندري فولتج، الاي برايمري ده بنسميه ذا سكندري ذا برايمري اندوسد ام اف، والاي سكندري ذا سكندري اندوسد ام اف.
وديت اسمها الجزء بتاع التيرنز ريشيو، اللي هو ان برايمري الى ان سكندري. واحنا لسه قايلين من شويه ان غالبا الان برايمري بتاع السي تي بيساوي واحد، وبالتالي الار برايمري والاكس برايمري دول بنهملهم. تمام، انا بس الموضوع ده هنجز فيه برضه بسرعه، عشان ايه؟ عشان يعني مش هو المين يعني كور بتاع الكورس، لان احنا دلوقتي ده هنشرح شويه عن الميجرنج سي تي، واحنا اصلا ده كورس ايه بروتكشن، فهننجز شويه في الموضوع بتاع الميجرنج سي تي ده. والاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنفوكس اكتر على البروتكشن سي تي. فاحنا قلنا من شويه ان الان برايمري بتاع السي تي غالبا بواحد، معناها ان الار برايمري والاكس برايمري دول بنهملهم. ماشي، طيب في حاجه اسمها هنا بقى ايه الترنز ريشيو بتاعت السي تي. الترنز ريشيو بتاعت السي تي، لو انا لسه قلت بس كده سؤال مثلا اللي انا لسه قايلها من شويه، هي ال ان بي على ان اس بكام؟ ان بي على ان اس تساوي اي بي على اي اس، صح؟ تساوي مين؟ هل تساوي اي بي على اي اس؟ لا، تساوي حاجه اسمها اي بي داش على الاي اس. طبعا انتوا اساتذه في الماشين وعارفين الحته دي، ان اللي بيتحول في التيرنز ريشيو هو التيار اللي ماشي هنا مش التيار ده. يعني اللي بيتحول للاي سكندري حاجه اسمها اي بي داش وليس الاي برايمري. ايه علاقه الاي بي داش بالاي بي؟ هتلاقي ان الاي بي ده بيساوي اي بي داش بلس الاي نود، صح؟ الاي بي اللي احنا بنسميه البرايمري كارنت، والاي نود ده اسمه النولود كارنت. الاي بي داش ده بنسميه ريفرسد سكندري كارنت. نعيدها تاني، الاي بي داش ده بسميه ريفرسد سكندري كارنت. العلاقه ما بين الاي بي والاي بي داش ان الاي بي بيساوي الاي بي داش زائد الاي نود. تمام، مين اللي بيتحول للاي سكندري؟ اللي هو مين اللي بيتحول لل 5 امبير؟ هو الاي بي داش وليس الاي برايمري. ليه؟ لان الاي بي داش ده هو اللي هيمشي في الترنز ريشيو دي. والله لو انا عندي السي تي الاي نود بتاعه بزيرو، النولود كارنت بتاعه بزيرو، هتلاقي ان الاي برايمري بيساوي الاي برايمري داش. لكن في الواقع الاي او السي تي في الواقع له قيمه للاي نود، فعشان كده بيكون ظاهر لي قيمتين للبرايمري كارنت، حاجه اسمها الاي برايمري وحاجه اسمها الاي برايمري داش. ومن هنا بقى هتبدا الفكره او الافكار بتاعه المسائل بتاعه الشيت بتاع الميجرنج سي تي، ان انت بيظهر لسعادتك نوعين من انواع الايرورز في السي تي، حاجه اسمها ريشيو ايرور وحاجه اسمها فيز انجل ايرور، ودي هنتكلم عنها كمان شويه دلوقتي حالا. قبل ما نشرحها، لو انا جيت ليك قلت ليك يعني تقدر ترسم لي الفيزور بتاع السي تي، الفيزور دايجرام بتاع السي تي لو انت شغال على لاجنج باور فاكتور، طبعا زي ما انت شايف بقى ايه هو صعب شويه، بس احنا هشرحه سريعا. لو انا جيت ارسم لسعادتك الفي اس ده، فين الفي اس؟ الفي اس اللي هو الفي اس ده ريفرنس، الفي اس ده ريفرنس. ايه علاقه الفي اس؟ انا هشرحه سريعا يا شباب، تمام، هشرحه سريعا. ايه علاقه الفي اس بالاي اس؟ طالما ده لاج باور فاكتور فالاي اس بيلاج الفي اس بزاويه، هتلاقي ان الاي اس بيلاج الفي اس يعني تحتيه بزاويه. من نهايه الفي اس هرسم اي اس ار اس بيوازي اي اس، واي اس اكس اس عمودي على اي اس، والايكويفالنت بتاعهم اللي هي الاي اس. هتلاقي حتى ان الاي اس هنا بتساوي الفي اس زائد الاي اس في الار اس زائد الاي اس في الاكس اس. طيب الفيزور ده هرسمه هنا تاني، بس هخلي الاي اس اللي انت شايفه ده فيرتيكال راسي لتحت. فانا رحت جاي عند الاوريجن خليت الاي اس فيرتيكال كده لتحت، هتلاقيه الفي اس بقى هنا والاي اس بقى هنا والاي اس في الاكس اس. طيب دي كده الاي اس كفيكتور، لقيته ايه؟ انا رحت لفيت بس كده الفيزور ده كده اللي انت شايفه، لفيته لزاويه ما بحيث خليت الاي اس ايه يعني فيرتيكال راسي لاسفل. الفلكس احنا عارفين، طب نعيدها كده سريعا، ايه هي فكره عمل السي تي؟ فكره عمل السي تي ان بيمر يعني كارنت في البرايمري، بسميه البرايمري كارنت، فبيولد فلكس. الفلكس ده اللي انت شايفه بيمشي في الايرن كور بتاع السي تي، والايرن كور ده بيكون ملفوف حوله ملفات السكندري، فبالتالي الفلكس ده بيقطع ملفات السكندري فبيولد عليها انديوزد اي ام اف اسمها الاي سكندري،
الاي سكندري ديت بتمرر التيار اللي هو اسمه اي سكندري، اللي هو يا اما 5 امبير يا اما 1 امبير. التيار ده بيروح للجهاز بتاعك، فالجهاز ده بيشتغل سواء كان ده جهاز ميجرنج او جهاز بروتكشن. فالسؤال الاولاني، ايه علاقه الفلكس بالاي اس؟ هتلاقي ان الفلكس علاقته بالاي اس ان هو بيليده ب 90 درجه. هتلاقي ان الزاويه ما بين الاي اس وما بين الفلكس الفاي ب 90 درجه، ودي انتوا خدتوها في الماشين. فادي من الفيكتور بتاع الاي اس رسمنا الفيكتور بتاع الفلكس الفاي. لو سالتك سؤال هنا، مين هنا الكومبوننت اللي موجوده في الايكوفالنت سيركت المسؤوله عن تكوين الفلكس في الترانسفورمر؟ برضو خدناها في الماشين، الاي ام. الاي ام ده اسمه ايه؟ اسمه ماجنتايزنج كارنت. من اسمه حتى اسمه ماجنتايزنج كارنت، يعني هو الكارنت المسؤول عن الماجنتايزيشن، هو الكارنت المسؤول عن تكوين الفلكس في الماشين. فهتلاقي لو انا رحت راسم الفلكس في الاتجاه ده، هتلاقي ان الاي ام ان فيز معاه، يبقى الاي ام ان فيز مع الفلكس. ايه علاقه الاي ام بالاي سي؟ ايه علاقه الاي ام بالاي اي او الاي سي؟ هتلاقي برضو بينهم زاويه كام؟ 90 درجه. معناها ان الاي ام عمودي عليه الاي سي، المحصله بتاعتهم الاي نوت اللي هو النو لود كارد. تمام، ده الفيكتور بتاع الاي اس صح؟ مش ده الفيكتور بتاع الاي اس. من شويه انا لسه قايل لك ان الاي بي داش ده، الاي بي داش اسمه ايه؟ اسمه ريفرسد سكندري كارنت. الاي بي داش ده بنسميه ريفرسد سكندري كارنت، معناها الاي بي داش هو الاي اس بس انتي فيز معاه، يعني الزاويه ما بين الاي بي داش والاي اس 180 درجه. تاني اهو، الزاويه ما بين الاي برايمري داش والاي اس بتكون 180 درجه. فانا رحت راسم الفيكتور بتاع الاي اس، هرسم انتي فيز معاه بزاويه 180 درجه الفيكتور بتاع الاي بي داش اهو، الاي بي داش. يبقى انا رحت راسم الاي بي داش اللي هو بيعمل زاويه مع الاي اس 180 درجه. طب لو انا عاوز ارسم الاي بي، احنا قايلين ان الاي بي ده ماله؟ الاي بي ده بيساوي الاي بي داش زائد الاي نوت. فانا من نهايه الاي بي داش المفروض هرسم فيكتور يوازي الاي نوت، ده كده الفيكتور بتاع الاي نوت اهو اللي هو ده. فمن نهايه الاي بي داش رحت راسم فيكتور بيوازي الاي نوت، والمحصله بتاعتهم هو الاي بي. ده الفيزور. انا عاوزك من الفيزور ده تعرف حاجه واحده بس، ان انا بعد ما رسمت الفيزور بتاع السي تي لقيت عندي اتنين كومبوننت، حاجه اسمها اي بي وحاجه اسمها اي بي داش، وهو ده السبب الرئيسي ان انا ظهر لي ايرور في السي تي. ظهر لي ايرور في السي تي. انواع الايرور في السي تي ايه هم؟ انواع الايرور في السي تي نوعين، حاجه اسمها ريشيو ايرور وحاجه اسمها فيز انجل ايرور. يبقى في حاجه اسمها ريشيو ايرور وحاجه اسمها فيز انجل ايرور. والله في الايديال كيس، يعني ايديال كيس يعني السي تي بتاعي ايديال سي تي، ايديال سي تي معناها الاي نوت اللي هو النو نوت بتاعه بزيرو، معناها الاي برايمري بيساوي الاي برايمري داش. لو انا لقيت سي تي الاي برايمري بتاعه بيساوي الاي برايمري داش، يعني الاثنين منطبقين على بعض، الاي بي والاي بي داش الاثنين منطبقين على بعض، معناها الايرور بتاعته بزيرو، معناها الريشيو ايرور بزيرو، ومعناها الثيتا او الفيز انجل ايرور هي كمان بزيرو. لكن طبعا عمري ما هشوف سي تي في الحقيقه او في الواقع ايديال سي تي، لا، ده انا في الحقيقه بلاقي السي تي بتاعي بيكون اكشوال سي تي، يعني سي تي فيه ايرور. معناها ان طالما السي تي بتاعي اكشوال سي تي، معناها الاي نود بتاعه قيمه النو نود كارنت النو نود بتاعته لا تساوي زيرو، معناها الاي برايمري ما بيساويش الاي برايمري داش، معناها ان السي تي دوت له ايرور سواء ريشيو ايرور وله ايرور اللي احنا بنسميها الفيز انجل ايرور او السي تي. تمام، يبقى في الوضع الطبيعي السي تي له ايرور. طب ايه بقى يعني ايه المعنى بتاع الريشيو ايرور والمعنى بتاع الفيز انجل ايرور؟ الريشيو ايرور، او بلاش ريشيو ايرور، خلينا في الفيز انجل ايرور. الزاويه سيتا اللي انتم شايفينها ديت هي دي اسمها الفيز انجل ايرور، اللي هي الزاويه بين الاي برايمري والاي برايمري داش. فوالله لو الاي برايمري والاي برايمري داش منطبقين على بعض، معناها الزاويه اللي ما بينهم اللي احنا بنسميها سيتا بزيرو، معناها الفيز انجل ايرور بزيرو. لكن ده ما بيحصلش. اللي بيكون موجود في الواقع ان بيكون في زاويه صغيره جدا، على فكره يعني الزاويه ديت سيتا ديت بتكون صغيره جدا، بتكون بالمينت بالمينت. تمام، ففي الواقع بتلاقي ان في زاويه صغيره جدا ما بين الاي برايمري والاي برايمري داش، الزاويه ديت دي بنسميها الفيز انجل ايرور. تمام، طب
الريشيو ايرور بقى ايه الريشيو ايرور؟ لو انا جيت سالت سعادتك سؤال لسه احنا قايلينه من شويه، السي تي بيتم توصيفه بحاجه اسمها السي تي ريشيو، فهتلاقي مثلا سي تي مكتوب عليه 1000 على 5، 1000 امبير على 5 امبير. السؤال بتاعي ال 1000 امبير ديت هي الاي بي ولا الاي بي داش؟ ال 1000 امبير ديت هل هي الاي بي ولا الاي بي داش؟ اختصارا للوقت ال 1000 امبير هي الاي بي داش. فلو هو قايل لك على سي تي مكتوب عليه 1000 على 5، 1000 امبير على 5 امبير، معناها اي بي داش على اي اس 1000 على 5. هسالك سؤال، هل التيار اللي بيمشي في الفيدر اللي انا بسميه الاكشوال برايمري كارنت اللي هو ماشي في الفيدر او ماشي في الباسبار، هل هو الاي برايمري ولا الاي برايمري داش؟ لا ده الاي برايمري. طب منين سعادتك كاتب لي على سي تي 1000 على 5 يعني الاي بي داش 1000 واللي ماشي في الفيدر مش 1000 ده اي بي؟ ما هو ده بقى تاني ايرور هيظهر لي في السي تي اللي احنا بنسميه ريشيو ايرور، معناه في ايرور او في خطا او في يعني نسبه خطا في الريشيو بتاعت السي تي. هو بيكون مديني السي تي ريشيو 1000 على 5 اللي هي اي بي داش على اي اس، ولكن الاكشوال اللي ماشي في الفيدر هو اي بي على اي اس، ففي ايرور ما بين الاي بي داش على اي اس واي بي على اي اس، ده بنسميه ايه؟ ريشيو ايرور. والله لو الاي نوت دوت مش موجود هتلاقي ان الاي بي بيساوي اي بي داش، معناها مفيش ريشيو ايرور. لكن طالما في اي نوت وطالما في نوت كارنت في السي تي هتلاقي ان في فرق ما بين الاكشوال برايمري كارنت اللي بيمشي في الفيدر اللي احنا بنسميه اي بي وما بين الاكشوال يعني كارنت اللي هيتحول للاي اس اللي احنا بنسميه اي بي داش. حد ليه هنا اي سؤال؟ يا باشمهندسين ليكوا سؤال؟ انتوا شغالين ولا انتوا قاعدين معانا ولا ايه؟ خلاص مش اوكي نكمل. بتكون تمام داش على الاي اس ولا الاي بي على الاي اس؟ تاني كده ايه السؤال تاني؟ هو بيديها لي بتكون انهي نسبه يعني الاي بي داش على الاي اس ولا الاي بي على الاي اس؟ لا اللي بيكون مدالي في المساله هي الاي بي داش على الاي اس، واللي بتكون مكتوب على النيم بليت بتاع السي تي هو اي بي داش على اي اس برضه. تمام مين تاني ليه سؤال؟ من اخر له سؤال؟ نكمل يعني؟ نكمل ماشي. ف بعض الترمينولوجيز كده في السي تي، اول حاجه لو قال لي حاجه اسمها التيرنز ريشيو بتاعت السي تي يبقى احنا عندنا سيمبل بنسميه ان سمول. ان سمول ديت اللي احنا بنسميها التيرنز ريشيو بتاعت السي تي اللي هي نسبه عدد اللفات بتاعت السي تي. بتساوي ايه الان ديت؟ بتساوي ان اس على ان بي اللي هي تساوي اي بي داش على اي اس، او تساوي اي اس على اي بي، او في اس على ايه؟ على في بي. خلي بالك الان هنا تساوي اي بي داش على اي اس مش اي بي على اي اس. تمام اي بي داش على اي اس. طيب القوانين اللي احنا هنحل بيها المسائل في الشيت ده، اول قانون لو قال لي في المساله احسب لي الريشيو ايرور، القانون بتاع الريشيو ايرور بيساوي كي ان ناقص الكي على كي في 100. تمام كي ان ناقص كي على كي في 100. مين الكي ان ديت؟ اسمها نومينال ريشيو، والكي اسمها اكشوال ريشيو. الكي ان اللي هي النومينال ريشيو بتساوي الان اللي هي التيرنز ريشيو بتساوي اي بي داش على اي اس، وهي ديت السي تي ريشيو اللي بتكون جيفن في المساله. نعيد تاني يعني لو هو قال لي في المساله 1000 على 5 امبير سي تي، 1000 على 5 بكام؟ ب 200 صح؟ 1000 على 5 ب 200، ال 200 ديت الكي ان ولا الكي؟ ال 200 ديت هي الكي ان، والكي ان تساوي الان، يبقى الكي ان اللي هي النومينال ريشيو تساوي الان اللي هي التيرنز ريشيو تساوي اي بي داش على اي اس، وهي ديت الجيفن سيتي ريشيو اللي في المساله. بس الكي اللي هي اسمها اكشوال ريشيو تساوي الاي بي على اي اس. تمام؟ يبقى الكي ان اي بي داش على اي اس، والكي اي بي على اي اس. هنجيب الكي ان والكي ونعوض في القانون الريشيو ايرور، هنحسب الريشيو ايرور. تمام؟ طب عشان احسب الكي اللي هو اكشوال ريشيو ليها طبعا اثبات، انت بقى ايه بص عليه كده مع نفسك كده شويه، اثبات يعني برضو بسيط. هنوصل في الاخر ان الكي او الاكشوال ريشيو بالقانون ده، القانون ده حفظ. تمام؟
قانون ده حفظ الكي اللي انا بسميها الاكشوال ريشيو بتساوي الان زائد، والان هي مين؟ الكي ان صح؟ الان هي الكي ان زائد اي ام ساين دلتا زائد الاي سي او الاي اي، الاي اي هو الاي سي تمام؟ الاي اي هو الاي سي كوزاين الدلتا على الاي اس. الاي ام ده اللي هو التيار اللي ماشي في الاكس ام، والاي اي او الاي سي التيار اللي ماشي في الار سي. الاي اس ده اللي هو السكندري كارنت اللي هو حاجه من الاثنين، يا 5 امبير يا 1 امبير. الزاويه دلتا ديت زاويه مهمه جدا، هي الزاويه بين الاي اس والاي اس. ارجع كده تاني، الزاويه بين الاي اس ده والاي اس ده، الزاويه بين الاي اس والاي اس اسمها الزاويه دلتا اللي هي دي، انتوا شايفينها هنا اهي. الزاويه بين الاي اس اللي هو السكندري انديوسد اي ام اف والسكندري كارنت، الزاويه بين السكندري انديوسد اي ام اف والسكندري كارنت اسمها الزاويه ايه؟ دلتا. والزاويه دي هنتعلم ان شاء الله ازاي نجيبها في المسائل مع بعض. يبقى ده القانون بتاع الكي، تعوض بيه وتروح يعني تروح حاسب القيمه بتاعه الكي، تعوض في قانون الريشيو ايرور، هتحسب الريشيو ايرور بتاعه السي تي. يبقى ده كده اول حاجه كايرور في السي تي اللي احنا بنسميها الريشيو ايرور. تاني ايرور في السي تي اللي احنا بنسميه الفيز انجل ايرور، اللي هي الزاويه سيتا، هي الانجل ما بين الاي برايمري والاي بي والاي برايمري داش، برضو ليها اثبات كده سريع. هتلاقي في الاخر القانون بتاعك ان السيتا بالقانون ده، برضو القانون ده حفظ، السيتا بتساوي اي ام كوزاين دلتا ناقص الاي اي ساين دلتا على ان اي اس. مين الان ديت؟ الان ديت هي الترنز ريشيو اللي هي كي ان، يعني الان تساوي الكي ان اللي هي بتكون في المساله جيفن، والاي اس يا 1 امبير يا 5 امبير. مين الزاويه دلتا؟ هي الزاويه بين الاي اس والاي اس. تعوض في القانون هتجيب الايه؟ الزاويه سيتا. السيتا هنا بتطلع بالراديان، بتطلع هنا بالراديان، هتضربها في 180 على باي عشان تحولها بالايه؟ بالديجري. لو قال لي احسب حاجه اسمها ريشيو كوركشن فاكتور بيساوي الكي على الكي ان تمام؟ طيب نحل كده مسألة مع بعض، حد ليه هنا أي سؤال؟ حد ليه سؤال ولا نكمل؟ نكمل مع بعض إن شاء الله، أوكي. القانون ده أنتوا خدتوه برضه في الماشين أكتر من مرة، إزاي أقدر أحسب الانديوز سكندري اي ام اف الموجوده على ملفات اي ترانسفورمر سكندري وايندنج من خلال القانون ان الاي اس تساوي 4.44 في الفريكونسي بالهرتز في عدد لفات السكندري ان اس في البي اللي احنا بنسميها الفلكس دينستي في الاريا بتاعه الكور تمام، اللي هو 4.44 الفريكونسي في الان في البي في الايه، ده القانون بتاع الاي اس. عشان ايه نحل مسائل مع بعض كده. طب لو احنا جينا نبص على اول مساله، شايفين الشيت؟ هنقرا اول مساله كده مع بعض. بيقول لي في المساله ديت 60 هرتز، 60 هرتز سي تي تمام، يعني الفريكوانسي بتاعنا كام؟ 60 هرتز. هاز ا سنجل تيرن برايمري وايندنج، من غير حتى ما يقول الان برايمري بكام؟ بواحد. 200 تيرن سكندري وايندنج، يعني الان سكندري بكام؟ عدد لفات ملفات السكندري ب 200 وعدد لفات البرايمري بواحد. السي تي دوت متوصل لبيورلي ريزيستنس بيردن لحمل، يعني الحمل ده قد يكون جهاز اميتر او جهاز يعني مثلا قياس اي يعني ميجرنج ديفايس وخلاص. بيورلي ريزيستنس يعني مقاومه بس، البيردن بتاعتها او المقاومه بتاعتها 1.2 اوم، يبقى اللود او البيردن يعني بلاش نسميه لود، البيردن المتركب على السي تي بيورلي ريزيستنس 1.2 اوم وذ انورمال كارنت كام؟ 5 امبير، معناها الاي اس هنا ب 5 امبير مش ب 1 امبير. مديني معلومه ثانيه بيقول لي ذا برايمري ريكوايرز 200 اي تي، اي تي ديت معناها امبير تيرن، اي تي معناها ايه؟ اختصار امبير تيرن، يعني كارنت في عدد لفات 200 امبير تيرن تو سيت اب ذا فلكس ان ذا كور، المساحه بتاعته 15 سنتيمتر سكوير. احسب الفلكس دينستي اللي هي البي، احسب الاكشوال ريشيو، واحسب الفيز انجل ايرور، واحسب الريشيو ايرور والحاجات دي كلها. طيب نحل المساله دي ازاي؟
نحل المسألة دي مع بعض. قايل لي هنا أول حاجة طبعاً الجيفنز في المسألة الفريكونسي ب 60 هرتز، الـ N برايمري 1، الـ N S ب 200 لفة، الريزيستنس بتاعة البيردن 1.2 أوم، والأي سكندري ب 5 أمبير، وقايل لي إن البرايمري محتاج 200 أمبير ترن في مساحة مقطع لكور 15 سنتيمتر سكوير. احسب أول حاجة الفلكس دنسيتي. هنحسبها ازاي؟ من خلال القانون اللي احنا لسه قايلينه من شويه بتاع الاي اس، ان الاي اس تساوي 4.44 الفريكوانسي ان اس بي اي. الفريكوانسي عندي 60 هرتز، والان اس عندي ب 200، والاريا عندي 15 سنتيمتر سكوير. عشان اجيب البي اللي احنا بنسميها الفلكس دنستي محتاج يكون عندي الاي اس او السكندري انديوز اي ام اف. عشان اجيب البي محتاج اجيب مين؟ الاي اس. طب هنجيب ازاي بقى الاي اس؟ هو هنا في المسألة بس ما كانش ذاكرها في المسألة، قايل لي neglect leakage and the iron losses. ماشي؟ في المسألة ديت بس مش مكتوبة في الشيت يعني. قايل لي neglect leakage، اهمل الليكج واهمل معاه كمان الـ iron losses. أول ما تشوف الكلمة ديت مكتوبة في أي مسألة معناها وأنت مغمض إن الـ XS تساوي RS تساوي XB تساوي RB تساوي RC تساوي 0. كل ده هنهمله. طالما قال لي اهمل الايرن لوسز، ركز، طالما قال لي اهمل الايرن لوسز يبقى الار سي بزيرو. طالما قال لي اهمل مين؟ الايرن لوسز، تبقى ار سي بزيرو. والار برايمري والاكس برايمري بزيرو برضه بنهملهم. ليه؟ لان الان برايمري بواحد. يبقى عشان بس تكون عارف احنا خليناهم ليه بزيرو؟ احنا الار برايمري والاكس برايمري خليناها بزيرو عشان الان بي بواحد. الار سي خليناها بزيرو عشان هو قال لي اهمل الايرن لوسز. الار سكندري والاكس سكندري خليناهم بزيرو عشان هو قال لي نيجلكت الليكج. ده طالما قال لي نيجلكت الليكج بنهمل الريزيستنس والرياكتنس بتاعه ملفات السكندري. فهتلاقي شكل الايكوفالنت سيركت بتاع السي تي بقى بالمنظر ده، عباره عن اكس ام بس اهو، اكس ام ماشي فيه تيار اسمه اي ام، وده الاي برايمري، وده الاي برايمري داش، ودوت الاي اس، ودوت اللود او البردن اللي متركب على السي تي اللي هو القيمة بتاعته بواحد واتنين من عشرة اوم. تمام؟ وده طبعا الاي اس اللي هو بيمرر الاي اس اللي هو كان اللي هو احنا بنسميه 5 امبير، وديت اسمها التيرنز ريشيو بتاعت السي تي اللي هي 1 إلى 200، لفة واحدة بس في البرايمري و200 لفة في السكندري. ماشي. حد هنا ليه اي سؤال ولا هكمل؟ نكمل مع بعض. لو انا قلت لك في المساله ديت تقدر ترسم لي الفيزور دايجرام بتاع المساله دي، نقدر نسمعها مع بعض. ازاي؟ رسمناها من شويه بس طبعا اللي فات ده اللي احنا كنا راسمينه في الاول خالص ده كان كومبليكيتد شويه، لكن ده سهل طبعا، ده فيري سمبل. اول حاجه عندك الاي اس اللي هو بيكون ايه؟ بيكون فيرتيكال كده لتحت. الفاي اللي هو الفلكس بيليد الاي اس ب 90 درجه، فعامل معاه زاويه 90 درجه. قلنا من شويه الاي ام دايما انفيز مع الفاي، لان الكومبوننت المسؤول عن تكوين الفلكس في اي ماشين هي الماجنتايزنج كارنت اللي احنا بنسميها الاي ام. فالاي ام دائما وابدا ان فيز مع الفلكس. الاي ام ده بيساوي الاي نوت. ليه؟ لان الاي سي بزيرو. الاي ام بيساوي اي نوت لان الاي سي بزيرو، لان مفيش ار سي. فين الاي بي داش؟ الاي بي داش لسه قايل لك من شويه، الاي بي داش بيعمل زاويه 180 مع الاي اس. فلو الاي اس نازل لتحت كده فالاي بي داش هيطلع لفوق كده عامل معاه زاويه 180 درجه. وده الاي نوت اللي هو ان فيز مع الاي ام. الاي برايمري، الاي برايمري بيساوي الاي برايمري داش زائد الاي ام. فمن نهايه الاي ام رسمت خط بيوازي اي بي داش اهو، بيوازي اي بي داش اللي هو الخط ده بيوازي الخط ده. يبقى من نهايه الاي ام رسمت خط بيوازي اي بي داش، والمحصله بتاعتهم هي الاي برايمري. والزاويه ما بين الاي برايمري والاي برايمري داش احنا بنسميها ايه؟ الزاويه ثيتا، اللي هي الفيز انجل ايرور بتاعه السي تي. ملحوظه هنا في الفيزور، في الفيزور ده هو ليه الاي اس ده ان فيز مع الاي اس؟ حتى انا هنا قايل لك كده جمله، الزاويه دلتا بتاعتك بزيرو. هتلاقي القوانين بتاعتك اللي احنا لسه يعني قايلينها من شويه هتلاقي كلها فيها الزاويه دلتا. وانا قايل لك وانا قايل لك ان الزاويه دلتا، معلش هو كان في حد بيتكلم، تمام ماشي.
وانا قايل لك ان الزاويه دلتا ديت هي الزاويه بين الاي اس والاي اس، تمام؟ طب ليه في المساله ديت الزاويه دلتا بزيرو؟ نشرحها مع بعض. ليه في المساله ديت الزاويه دلتا بزيرو؟ هو قايل لي في المساله السي تي ده متركب عليه تسجيل يقول لي واقف. نعم بقول التسجيل واقف، التسجيل واقف. لا يا باشا شغال، التسجيل شغال شغال يعني عندنا بس مش ما سمعش. التسجيل شغال شغال يا فتحي. حد ليه سؤال نكمل يعني؟ ماشي. ف ليه هنا الزاويه دلتا هنا بزيرو؟ هو قال هنا في المساله السي تي ده متركب عليه بيورلي ريزيستيف بيردن، يعني لود ريزيستنس فقط، مقاومه بس. المقاومه ديت بواحد واتنين من عشرة اوم، تمام؟ طيب المقاومه ديت عليها فولتج اسمه في اس زي ما انت شايف، وماشي فيها تيار اسمه اي اس. هسالك اول سؤال، ايه علاقه الفي اس بالاي اس؟ هتلاقي ان الاي اس هنا تساوي في اس. ليه؟ عشان مفيش هنا مقاومه، مفيش هنا ولا ار ولا اكس، مفيش هنا فولتج دروب يعني. طالما مفيش هنا فولتج دروب، فتلاقي الاي اس تساوي في اس. ده اول حاجه. طب ايه علاقه الفي اس بالاي اس؟ هتلاقيهم ان فيز مع بعض. ليه الفي اس والاي اس ان فيز؟ ان فيز عشان ده ريزيستنس، واحنا عارفين ان الريزيستنس او المقاومه الفولتج والكرنت اللي ماشي في المقاومه بيكونوا ان فيز. يبقى انت عندك علاقتين، ال VS تساوي ES وال VS in phase مع ال IS، معناها ان ال ES in phase مع ال IS، معناها الزاوية ما بين ال ES وال IS بزيرو، معناها الزاوية دلتا بزيرو، تمام؟ الزاوية دي ايه؟ دلتا بزيرو. هو قايل لي في المسألة ال N دي بواحد وال NS ب200. طبعا أول حاجة بتروح حاسب ال N اللي احنا بنسميها التيرنز ريشيو، اللي هي NS على NB ب200، واحنا لسه قايلين ان ال N تساوي ال KN. ال N اسمها تيرنز ريشيو وال KN اسمها نومينال ريشيو، والاثنين متساويين والاثنين بيساوي NS على NB او بيساوي IB داش على IS. هتلاقي حتى هنا ان ال N تساوي IB داش على IS، معناها ال N ب200، يبقى ال 200 تساوي IB داش وال IS هنا ب 5 امبير، معناها ان ال IB داش ب 1000 امبير. IB داش بكام؟ ب 1000 امبير. طيب لو انا عاوز احسب الفي اس في المساله ديت، هتلاقي طبعا زي ما انا لسه قايل من شويه ان الفي اس بتساوي الاي اس، الاثنين بيساوي اي اس في ار اس، والاي اس ب 5 امبير، يبقى انا هضرب ال 5 امبير دول في 1.2 من 10 هلاقي ب 6 فولت، معناها ان الاي اس بكام؟ ب 6 فولت. تعوض في المعادله بقى ديت عن الاي اس ب 6 فولت، هتعوض هتلاقي كله عندك ما عدا البي او الفلكس دينستي، هتروح مطلع الفلكس دينسي او البي ب 0.07508 تسلا، وده اول مطلوب في المساله. تمام. تاني مطلوب بقى عاوزين مع بعض نحسب الريشيو ايرور والفيز انجل ايرور. انا معايا الاي بي داش، طب انا جبت بقى الاي ام ب 200 امبير، جبتها منين؟ جبتها من المطلوب او جبتها من الجيفنز اللي هو قايلها لي في المساله. هو قايل لي ان البرايمري محتاج 200 امبير تيرن تو سيت اب ذا فلكس، صح؟ مش هو قايل لي في المساله ديت هنا فوق قايل لي ذا برايمري ريكوايرز 200 اي تي، اي تي معناها امبير تيرن. طب ال 200 بقى ديت القانون بتاعها ايه؟ خليك يعني واد ذكي شويه. ال 200 ديت الوحده بتاعتها امبير تيرن، كلمه امبير تيرن يعني هو حاصل ضرب امبير في تيرن، حاصل يعني هو حاصل ضرب يعني كرنت في عدد لفات اي في ان. يبقى ال 200 ديت تساوي ايه؟ اي في ان، انهي اي وانهي ان؟ ناحيه البرايمري، تبقى ال ان برايمري وانهي اي؟ اي ان. يبقى القانون بتاع الامبير ترن بتاع البرايمري بيساوي حاصل ضرب امبير في ترن، انهي عدد لفات؟ ال ان برايمري، لان هو قال لي ناحيه البرايمري فان بي، فانهي اي؟ اي ام. ليه اي ام مش اي برايمري؟ لان هو قال لي ده الامبير تيرن تو سيت اب ذا فلكس، اللي هو يعمل الفلكس في الماشين، واحنا قلنا المعلومه ديت في الفيديو ده مرتين ودي المره الثالثه. الكومبوننت المسؤوله عن تكوين الفلكس في اي ماشين هي الاي ام او الماجنتايزنج كارنت. فاذا ال 200 ديت هي حاصل ضرب الان برايمري في الاي ام، لقيت ان الاي ام ب 200 امبير، وانا معايا الاي بي داش ب 1000 امبير، اقدر احسب الاي برايمري،
هتلاقي من قانون فيثاغورس ده ان الاي برايمري بيساوي جذر اي ام سكوير زائد اي بي داش سكوير، لان الاي برايمري بيساوي جذر الموضوع ده، فهتلاقي ان الاي برايمري ب 1019.804 امبير. معاك الاي برايمري تقدر تحسب لي الكي اللي احنا بنسميها الاكشوال ريشيو، الاكشوال ريشيو او الكي تساوي اي بي على اي اس. حسبنا الكي، معاك الكي ب 203.9 ومعاك الكي ان ب 200، صح؟ الكي ان بكام؟ الكي ان بكام؟ ب 200. تقدر على طول تعوض في قانون الريشيو ايرور اللي هو بيساوي كي ان ناقص الكي على كي في 100، هتلاقي الريشيو ايرور بيطلع بالايه؟ بالسالب، سالب 1.942%. عاوز احسب الفيز انجل ايرور او الثيتا، تعوض في القانون بيساوي اي ام كوزاين دلتا ناقص اي اي ساين دلتا على ان اي اس. طبعا الزاويه دلتا احنا لسه قايلين من شويه انها بزيرو، فمعناها ساين الزاويه دلتا بزيرو وكوزاين الدلتا بواحد، فتلاقي ان الثيتا او الفيز انجل ايرور باي ام على ان اي اس. الاي ام بكام؟ ب 200 امبير، والان ديت ب 200 والاي اس ب 5 امبير. هتلاقي الثيتا ب 2.1 راديان، هتضربها في 180 على باي عشان تخليها بالديجري. طبعا ما شاء الله طلع رقم كبير جدا، عشان لو جه قال لك في الامتحان كومنت اون ذيس ريزلت تلاقي ان زاويه ثيتا او الفيز انجل ايرور ب 11 درجه، طبعا ده رقم كبير ومبالغ فيه جدا. يعني اكشوالي او في الواقع او براكتيكالي الزاويه ثيتا ديت بتكون رقم صغير جدا، ما بيجيبش درجه واحده بس. تمام؟ عد لي هنا اي سؤال. باشمهندس يعني ايه الايرور بالسالب بس؟ معلش اعلي صوتك بس شويه. يعني ايه الايرور بالسالب؟ ايش هو الايرور دي؟ يعني ايه الايرور بالسالب؟ السؤال ده كويس جدا على فكره. كنت ماشي، السؤال ده هيجي في الام سي كيو على فكره في الامتحان. يعني ايه الايرور بالسالب؟ طب هنطلع كده فوق. اساسا الريشيو ايرور غالبا بنسبه 99% بيكون بالسالب مش بالموجب. طب نعوض كده، ايه القانون بتاع الريشيو ايرور؟ كي ان ناقص كي على كي في 100، صح؟ تمام. امتى الريشيو ايرور يكون بالسالب؟ او بلاش دي، امتى الريشيو ايرور يكون بالموجب؟ لو البسط بتاعه ده بالموجب، والبسط دوت بالموجب يعني ايه؟ يعني الكي ان اكبر من الكي، صح؟ كي ان اكبر من الكي. طب احنا عارفين ان الكي ان تساوي اي بي داش على اي اس، والكي تساوي اي بي على اي اس، والكي ان اكبر من الكي معناها اي بي داش اكبر من الاي بي. تمام؟ يبقى الريشيو ايرور بيكون بالموجب لو اي بي داش اكبر من الاي بي، والعكس صحيح، الريشيو ايرور هيكون بالسالب لو الاي بي داش اقل من الاي بي. لو احنا كده جينا رجعنا للفيزور دايجرام اللي فات ده، اللي هو فين؟ هو مين اكبر هنا؟ القانون بيقول لي ان الاي برايمري بيساوي اي بي داش زائد اي نوت، يعني مين اكبر؟ الاي بي اكبر، صح؟ المفروض الاي بي اكبر من الاي بي داش، المفروض الاي بي اكبر من الاي بي داش. اهو الاي بي اكبر من الاي بي داش، ففي الغالب بنسبه 98% بيكون الاي برايمري اكبر من الاي برايمري داش، معناه في الغالب الريشيو ايرور بيكون بالسالب. وده بيظهر امتى؟ ده بيظهر لو اللود او الحمل اللي متركب على السي تي لاج باور فاكتور، واحنا عارفين ان معظم الاحمال سواء كانت بقى ميجرنج ديفايس او مثلا ريلي كله شغال على لاج باور فاكتور. فهتلاقي بنسبه 98% الاحمال اللي على السي تي لاج باور فاكتور، فهتلاقي ان الاي برايمري اكبر من الاي برايمري داش، فهتلاقي ان غالبا اللي هو احنا بنسميه الريشيو ايرور بيكون بالايه؟ بالسالب. نسبة ضعيفة جدا لو لقيت الريشيو ايرور بالموجب، لان ده معناها ان السي تي متركب عليه احمال كاباستنس، وده مش بيكون ايه؟ مش بيكون موجود. تمام؟ اتفهمت ولا مش اشرحها تاني؟ لا فاهم يا باشمهندس. تمام. مين تاني ليه سؤال؟ حد يا شباب ليه سؤال؟ خلاص نكتفي بهذا القدر. هو دلوقتي احنا شرحنا مساله الشيت بتاع الميجرنج سي تي، هم ثلاث مسائل بالظبط كلهم زي بعض. الميجرنج سي تي يعني هقول لك حل المسائل بتاعته وركز عليه جامد، بس اهتم اكتر بالنظري،
يعني غالبا لو هيجيب لك مساله في الامتحان مش هتبقى ايه، قد ممكن تيجي وقد ايه قد ما تجيش، يعني على يعني على حسب الامتحان. يعني قد ممكن تلاقي مساله على الميجرنج سي تي في الامتحان وممكن ما تلاقيش، بس انت تركز مهم جدا جدا على النظري بتاع السي تي والكلام اللي انا قلته في الفيديو ده، اللي هو ما اللي هو اللي هو مثلا بين السطور، اللي هو حته الريشيو والبردن والاكيوريسي كلاس اللي انا شرحتهم في اول الفيديو، والحته بتاعه اللي انا لسه شارحها في اخر الفيديو اللي هو الريشيو ايرور ممكن يكون بالموجب وممكن يكون بالسالب، امتى بيكون بالسالب، وككونسبت بتاع السي تي وفكره عمل السي تي. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنكمل برضو في السي تي، بس بقى هنخش في المهم جدا في السي تي اللي هو البروتكشن، ايه البروتكشن سي تي، وعليه شيت برضو تاني عليه مسائل بقى تانية على البروتكشن سي تي، والمسائل بتاعته بقى تكون مهمة جدا 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 لانها تكون في صميم المنهج بتاعنا اللي هو بتاع البروتكشن. تمام. اي حد ليه سؤال يسأل، مش ليه سؤال يبقى انا كده خلاص كده خلصت، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا جزيلا ليكم، تقريبا ما فيش حد ليه يعني سؤال، فشكرا، السلام عليكم يا شباب. شكرا يا شباب.